مرحبا جورج. هاي شانتال، شو بيحمل اليوم العالم الرياضي من أخبار؟ أهم شيء عنا كرة قدم أوروبية، أبرز البطولات جولة عليها، إضافة للفورمولا 1 حسم بطولة العالم ممكن يصير بهالويك أند، وتنس. تفضل جورج. البداية مع عالم السرعة ومع التجارب الرسمية المؤهلة إلى سباق اليوم جراند بري أمريكا، الجولة ما قبل الأخير لبطولة العالم بالF1 على حلبة أوستن الجديدة كليا، والمنافسة مثل ما عم تشوف سيباستيان فيتيل فرناندو ألونسو. لهلأ الأفضلية لفيتيل بالنقاط بفارق 9 نقاط عن ألونسو، وبهالتجارب هيدي كمان الأفضلية كانت للبطل الألماني بطل العالم بآخر سنتين يلي أحرز المركز الأول ورح ينطلق بالسباق اليوم من الخط الأول أمام هاملتون وبر جروجان رايكونن وشوماخر. جروجان رح يرجع ينطلق من المركز التاسع لتغيير علبة الغيارات التروس، بينما ألونسو المفاجأة رح يكون عم ينطلق من المركز الثامن بسباق اليوم بعد ما كان سيء بهالتجارب هيدي. ننتقل إلى أخبار كرة القدم، والبداية مع البوندسليغا. منافسات المرحلة الـ 12 انطلقت مبارح، وبأبرز المباريات رح نتبعها. بداية نادي نورنبرغ كان عم يستقبل فريق البايرن على أرضه بالإيزي كريديت ستاديون، وعم بيتأخر هون بعد ما سجل الفريق البافاري هدف تقدم عبر اللاعب ماريو مانزوكيتش بالدقيقة الثالثة، لكن بيعود ماركوس فولنر ليعادل لنورنبرغ بتسديد رائعة من خارج المنطقة عجز عنها الحارس مانويل نوير، ورغم طرد اللاعب تيمو جيبهارت ما استفاد فريق البايرن هالشي وانتهى اللقاء بالتعادل. من جهة تانية فرانكفورت كان عم يستقبل على أرضه نادي أوكسبورغ وعم يتغلب عليه 4-2 بأهداف لساشا مودرز داخل شيبيكو، ستيفان إيجر، ألكسندر ماير سجل هدفين للفريق الأحمر بهالمباراة. فرانكفورت لا يزال عم يقدم واحد من أفضل مواسمه بهالسنة. كمان بدنا نشير إلى فوز مهم لنادي باير ليفركوزن على أرضه على فريق شالكي 2-0، أندري شورلي بتسديدة رائعة من خارج المنطقة افتتح التسجيل لليفركوزن دقيقة 45، وأضاف ستيفان كاسنينغ هدف 2-0. نستعرض من بعد اكيد بقيه النتائج، وعم نشوف هدف كنا هون للاعب ستيفان كاستينغ، واشاره لفوز دورتموند المهم على جروزر فورست 3-1 بهدفين لليفاندوفسكي وهدف لماريو جودزي. منتقل للترتيب، البايرن لا يزال بالصداره بترتيب البطوله الالمانيه ومعه 31 نقطه مقابل 23 لشالكي. فرانكفورت دورتموند بالمركز الرابع مع 22، وليفركوزن بالمركز الخامس. منتابع هلا جولة على أبرز بقية البطولات، أكيد النتائج المسجلة بهالويك أند خاصة مبارح، والبداية رح تكون مع الدوري الإيطالي بالسيريا أو بالدوري الإسباني عفوا الليغا. المرحلة الـ 12 شهدت فوز نادي برشلونة على ساراغوسا 3-1، وريال مدريد 5-1 على بيلباو، فالنسيا عم بيفوز وأساسونا عم بيتعادل مع ملقا. بترتيب البطولة الإسبانية بدنا نشوف البارسا اكيد بالمركز الاول بعيدا بست نقاط عن مدريد، اتلتيكو مدريد اللي بيلعب اليوم مباراته بهالمرحله، ريال ثالث، مالاغا وريال بيتيس. بنوصل هلا للمنافسات بالدوري الايطالي السيريا، منافسات المرحله ال 13 لنشير الى تعادل مثير بين نابولي وميلان 2-2، اليوفي كمان عم بيسقط بالتعادل مع لاتزيو 0-0، اليوم بيلعب الانتر وفيورنتينا. بترتيب البطوله الايطاليه بعد مباريات امبارح، اليوفي بالمركز الاول، الانتر وفيورنتينو بلقاء اقل، في حال فازوا فيه اكيد راح يتقدموا اكثر بالترتيب. كمان بالدوري الانجليزي مباريات كثير حساسه كانت عم تصير امبارح بعد الظهر، ارسنال كان عم بيفوز على ارضه، السيتي كمان فوز ساحي على استون فيلا، وسقوط كثير كبير لتشيلسي ومان يونايتد امام ويست بروميتش ونورويتش على التوالي. بالترتيب مانشستر لا يزال بالمركز، او مانشستر سيتي صار بالمركز الاول امام يونايتد، تشيلسي ثالث، ويست بروميتش رابع، وايفرتون بالمركز الخامس. نختم اخبارنا مع التنس ونهائي ديفيس كاب اللي عم يجمع بتشيكيا كل من تشيكيا واسبانيا. المباريات عم تصير بالعاصمه براغ على ارضيه صلبه، والمنتخب التشيكي عم بفاجئ الجميع بهالبطوله، عم يتقدم على المنتخب الاسباني 2-1 بعد فوز الثنائي توماس بيرديخ وراديك ستيبانيك باللقاء الزوجي امبارح السبت على مارسيل جرانولرز ومارك لوبيز 3-6 7-5 7-5 و6-3 بثلاث ساعات و20 دقيقه من اللعب. ويختتم الدور النهائي اليوم الاحد بلقائي الفردي، وبيلتقي بيرديخ مع فرير وستيبانيك مع الماغرو. اشاره انه زوجي بيرديخ ستيبانيك ما خسر الا مره واحده ب 13 مباراه بالديفيس كاب، وكانت اخرها بعام 2009 بالنهائي مع منتخب اسبانيا بالذات ببرشلونه على الملاعب الترابيه. هذه كانت ابرز اخبارنا شانتال عبد الرازق. جوله حلوه جورج. ثانك يو.